ده علي وده فؤاد. ازيك علي؟ ازيك يا فؤاد؟ انا بصور الفيديو ده ليه؟ علي وفؤاد دول اصحاب من الطفوله. من قد ايه يا ولاد؟ من 15 سنه بس. يعني كنتوا في كام؟ في تانية ابتدائي ولا تالتة ابتدائي ولا حاجه؟ حاجه كده. وبعدين مدرسه واحده وبعدين جامعه واحده. وغيرتوا المدارس مع بعض وبعدين جامعه مع بعض وعايشين مع بعض ويروحوا نفس النوادي مع بعض ويشتغلوا مع بعض ويعملوا كل حاجه مع بعض. انا بقى ايه الفكره اللي انا عايز اقولها؟ حلو قوي انك تلاقي صديق زي كده. وصدقوا انا كان ليا دور ولا لا؟ كبير قوي والله. لما جه علي اتنقل من المدرسه اللي كان فيها المدرسه الثانيه قمت مكلم بابا فؤاد وقلت له لازم اولادنا يفضلوا مع بعض، احنا لازم نحافظ على الصداقه دي، مش كل يوم بنلاقي اولاد في نفس القيم والاخلاق. فقال لي انا معاك، واتنقل فؤاد وبقوا هما الاثنين مع بعض ولغايه النهارده مع بعض. اما حته فكره انت كاب او كام حافظ لما تلاقي اصحاب كويسين حافظ يبقوا مع بعض، وانت اولاد خليكم مع بعض، مش كل يوم هتلاقوا في الدنيا صديق من الطفوله يكمل معاك لغايه ما تكبر. شكرا، مع السلامه.